يعني الجامعات دي او جامعات دي الاشخاص كانت من الجامعه. ده بيحصل في الاغلب، يعني بيحصل في الاغلب، لان هو في الاول ليه الجامعه بالاخص؟ بيقيس، ما انا هقول لحضرتك، هو في الاول بيبقى بيبحث عن عنصر له مواصفات محدده. المواصفات المحدده ان يكون هذا العنصر فيما بعد قابل للانصياع، ان هو يبقى ماشي ورائي. ايوه، صفاته ايه؟ السمع والطاعه. يعني ما هو بيبتديها مراحل، يعني هذه الامور. مثلا تعالي نضرب مثال على اشهر الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، وهي جامعة الإخوان. كيف تستقطب عناصرها؟ كيف تستقطب عناصرها؟ ما هو ما ينطبق على الإخوان تم تطويره بعد كده في التنظيمات الأكثر حداثة فيما بعد. يعني الإخوان مثلا لما بيجي يبتدي عملية الاستقطاب، بيشوف العناصر المستهدفة من الجامعة، من هذه الشريحة اللي هي ترتاد الجامعة بشكل مستمر. طيب، هل التزامه يسمح بأن أنا أسحبه على أرضيتي، ولا هذا الشخص يفكر؟ يعني إذا كان يمتلك عقلية نقدية وأنه هو بيفكر طول الوقت ولا يقبل أن يضع رأسه أو عقله بين يدي أحد أميره، فده بيبقى شخص يفكر هو عدو. هم بيبقى شخص عايزين مستبعد. حد لا يفكر بالضبط. يعني هو ويغرس أيضا في فكرة عدم يعني مثلا اللي بيحصل إيه، ما تجادلش. بالضبط. يعني هو لما بيجي ياخده كده يبتدي يحطه تحت رقابة شديدة، ويكتب عنه ريبورتس بتقارير بالمناسبة. يعني مراحل التصعيد داخليا بالضبط. من دوائر الربط العام إلى دوائر التكوين. يعني هما بيسموا دايرة التكوين بقى، لما انت تخش يعني اخ منتسب ثم منتظم ثم عامل، يعني درجة القرابة عنده. بالضبط. يعني هو بيبتدي يقربه تدريجيا الى مركز الجماعة فيما بعد، فبيجي يغرس عنده فيما بعد من خلال الدروس اللي هو بيديها له. هل هو بيواظب على الدروس بقى بعد كده، بياخده طيب الحلقات حلقات الدرس، وبيبتدي يغرس فيه اني نحن نمثل الإسلام. بمعنى ايه؟ هو عاوز يخلق له الوطن البديل، فكرة الوطن البديل. ان الجماعة ربنا. بالظبط. ان الجماعة هي الإسلام. يعني تعالي هتيجي نبص مثلا نحن نمثل الله حتى. ده صحيح. يعني حسن البنا له عبارة شهيرة مثلا في احدى رسائله، يعني كان بيقول نحن الإسلام ايها الناس، عبارة صريحة، يعني نحن الإسلام أيها الناس، فمن فهمه على وجهه الصحيح فقد عرفنا كما يعرف نفسه، فافهموا الإسلام أو قولوا عنا ما تشاء. يعني إحنا واللي إحنا الإسلام. وإحنا وخلاص. إحنا الإسلام. يعني إحنا الإسلام. فهو خدوا إحنا خلاص، أصبحت إحنا الإسلام. أصبحت فيما بعد الجماعة هي الوطن البديل، لأنه هو بيغرس عنده في المقابل نقاط أخرى. طيب. أن الإسلام لم يعد موجودا، وبالتالي فبيغرز عنده نقطة الإنعزالية اللي اتكلم عنها الدكتور.